بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بتكلم حلقة خفيفة كده عن السكر عموما، ونركز على النوع الأول وبرضه يعني منشن كده عن النوع التاني. النوع الأول من السكر سببه إيه؟ البنكرياس مش شغال، حصل مشكلة في مرض مناعي للبنكرياس فدمر البيتا سيلز، الخلايا اللي بتفرز الأنسولين في البنكرياس. ايا كان بقى مرض مناعي او رغم التهابات في البنكرياس، المهم ان مفيش انسولين بيفرز خالص. الطفل مولود او الانسان ده او المريض ده ما عندوش انسولين، فده لازم يمشي على الانسولين، ملوش حل تاني يعني هيمشي على الانسولين. هي الفكره ان احنا بنقلل بس المضاعفات، بدل ما ياخد مثلا 3 مرات في اليوم انسولين ياخد مره واحده، بدل ما ياخد مثلا 100 وحده انسولين ممكن ياخد 20 25 40 على حسب الوزن والسن بنظبطها. الانسولين اول النوع الاول زمان ما كان بيطلع، مفيش تصنيع انسولين ومفيش البنكرياس ما بديش انسولين، مفيش بيتا سيلز بتطلع انسولين او مفيش بيتا سيلز اصلا ايا كان السبب، التهاب فيروسي او مناعي او هيموكروماتوز تعصيب الحديد في البنكرياس هنقول عليه بعد كده. فكان لحد سنه 1920 ما كانش في حل للموضوع ده، كان المريض بيتنوع سكر عنده سكر مرتفع في الدم سنه او بتاع ويتوفى. سنة 1920 جه عالمين كنديين خدوا انسولين من الكلاب وحقنوه في الناس اللي عندهم سكر نوع اول ده، فلقوا بيجيب نتيجة، ومن هنا بدأت الفكرة وبدأ يتصلح السكر نوع اول وبدأ يتظبط. المضاعفات طبعا حسب النوع السكر التراكمي وحسب تظبيط الانسولين اللي بيظبطه، احنا بنديله من بره، احنا بنجيب له انسولين من بره، ما خلاص هو راجل ما عندوش انسولين نوع اول فبياخد انسولين حسب الوزن وحسب السن. الفكره برضو في الانسولين ايه؟ ان انا بحاول اقلل المضاعفات واقلل جرعه الانسولين اللي هو بياخدها. كده كده هيمشي على الانسولين، مفيش حل، ملوش حل تاني، يعني خلاص مفيش انسولين والبنكرياس مش شغال، خلاص مفيش حل تاني يعني. بس احنا بنقلل المضاعفات زي ما قلنا، بدل ما ياخد 3 مرات انسولين في اليوم ياخد مره واحده. بدل ما ياخد مثلا 100 وحده في اليوم ولا 200 وحده في اليوم ولا 120 ياخد 20 40 50، المهم عشان اقلل المضاعفات. طيب الفكره كان زمان السكر التراكمي حسب الـ ADA او الـ American Diabetic Association كان بتقول السكر التراكمي يعني اخره 7.4، يكون اقل 7.4 او على الاقل 7.4. الكلام ده مش صحيح قوي يعني، في حسب الممارسات بتاعتنا وحسب الدراسات كلها قالت ان هو يفضل يكون اقل من 7 ويفضل يكون 6.5 سكر تراكمي اللي هو بيجيب لك المتوسط السكر اخر 3 شهور، عشان الفلكتويشن الذبذبه اللي بتحصل في الارتفاع، تاكل يرفع السكر، تدي انسولين ينزل السكر وهكذا. فالفلكتويشن والتذبذب ده هو ده اللي ممكن يعمل مضاعفات. فالسكر التراكمي لو هو اقل من 7 واقل من 6 واقل من 5 افضل، معناها التذبذب اقل وبالتالي ان شاء الله المضاعفات اقل. يفضل احنا بالنسبه لنا يكون يفضل يكون اقل من 6. الطبيعي لحد 6.5% المجلوبين A1C او السكر التراكمي، يعني يفضل يكون اقل من 7، لكن هنقول مش وحش لكن في نفس الوقت مش حلو لو اقل من 6 مثلا 5 5.5 5.8 5.6 يفضل خالص لو اقل من 5. في دراسات بتقول ان لو السكر الصايم 110 125 البيتا سيلز الجزر اللي هي بتطلع البنكرياس والانسولين بتفقد حوالي 40% من وظيفتها، وده برضو كلام يعني احنا خلينا في الايه، في الكلام المعتمد قوي. والفكره ان انا عايز زي ما قلت اقلل المضاعفات اللي بتحصل للمريض السكر بتبقى اسرع من النوع الثاني. النوع الثاني مثلا ممكن يجي بعد 30 بعد 40 سنه ما بيلحقش، لكن اللي بيتولد مثلا مريض سكر نوع اول ممكن المضاعفات تحصل عن سن 20 او سنه لو اهمل، لكن لو ظبط احنا هنمنع المضاعفات دي خالص، على الكلى على العين على 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 الاخر. الفكره برضو في ان السكر لما يرتفع في الدم بيأثر على الكلى وعلى العين وعلى الاعضاء، لانه بيعمل حاجه اسمها اكسده الحمض النووي خصوصا في العين او في الكلى او في اي مكان في الجسم الاعضاء. وفي فرق بين يعني انت بتقول يا دكتور الحميه وهناكل دهون، بعد كده هنتكلم عن الدهون ما بترفعش الانسولين، انا الفكره ان انا بقلل، انا بجيب الانسولين من بره فعايز اقلل احتياج الانسولين ازاي؟ بالحمل، حميه الكيتوجينيك دايت طبعا الناس كلها عارفينها ونعملها حلقه لوحدها. الفكره ان هي 3 ارباع الوجبه دهون حيوانيه، 20% بروتين، 10% نشويات، والصيام متقطع، ماشي هنقوله بالتفصيل بعدين. طب انت الدهون دي ما هي بتعمل كيتون زي دكتور، وفي المريض التاني اللي بيجي له كيتو اسيدوزس وبيموت وكوما، لا دي حاجه ودي حاجه، هنفرق بينهم ازاي؟ المريض اللي بيجي له كيتو اسيدوزس
ما بيرتفع السكر في الدم بيحصل ايه؟ الخلية بتبقى محتاجة سكر، فما فيش انسولين، خلاص الانسولين ما عادش بيظبط دخل السكر في الخلية والمحتاجة بسكر، فبتدي اوردر احرق لي بقى، بتحرق العضلات، بتحرق الدهون، بتحرق الاعضاء الاورجنز بتاع البودي نفسها، فبيحصل ان الكيتونز بتطلع بتوصل لعشرة، دي توكسيك جدا وممكن يحصل ترفع الحموده في الدم زياده وتعمل كوما وتعمل ديس كمان لو ما لحقش وخد العلاج. لازم الواحد ندي سلاين وندي فلويدز والكلام ده، لازم في اي سي يو او في مستشفى ادميشن اللي هو الكيتو اسيدوزس. دي حاجه، دي كيتونز جايه انت بتحرق اعضاء الجسم نفسها، سواء الاورجنز او سواء العضلات او سواء الدهون اللي في الجسم. لكن الكيتونز اللي جايه عن الكيتوجينيك دايت، وطبعا السكر بيبقى في الكيتو اسيدوزس بيعمل كوما، بيبقى مرتفع 400 500 600 700 ساعات، بنشوف اكتر من كده خلاص، وبقى نسبه الايه الحموضه عاليه، انه بيحرق من الجسم نفسه العضلات والاعضاء والدهون. لكن الفرق بقى الكيتونز اللي جايه من الكيتوجينيك دايت عباره عن انك بتاكل دهون، انت جايب الدهون خارجيه والسكر مظبوط يعني مش مرتفع، فبيحرق منين؟ بيحرق من الدهون اللي انت واكلها من بره خلاص، وبيحرق من الدهون المضره اللي في الجسم، ففي فرق. وبتوصل الكيتونز 1 2 3 ما بتزيدش، مش مضره طبعا لانه السكر مظبوط والدنيا، فما فيش اي في فرق ايجابي طبعا بين الكيتونز اللي جايه من الكيتوجينيك دايت والكيتونز اللي جايه من الكيتو اسيدوزس، اللي السكر بيبقى مرتفع والخليه ما فيهاش سكر، فبتحرق من الجسم نفسه من العضلات والاعضاء والدهون اللي في الجسم. لكن دوكا بيحرق من الدهون المضره، الدهون الزياده، وبيحرق من الدهون اللي انا واكلها اللي جايبها من بره الصحية، ولازم تكون هنقول بعد كده في العلاج السكر النوع الأول. برضو في السكر عموما المريض بيروح الحمام كتير ليه؟ بيفرز، إن دي لما السكر بيرتفع في الدم السكر بيشرب المياه اللي في الجسم، بيمص المياه اللي في الجسم ويطلعها في البول، الجسم عايز يتخلص من السكر، فيحصل اللي هي البوليوريا أو الإيه؟ يروح البيشنت أو المريض يروح الحمام كتير. ده السبب ان السكر بيمتص، ولذلك تلاقيه بيبان خاسس، يبان جلده يعني عجز، شكله معجز اكتر مكرمش، لانه السكر امتص الميه اللي في الجسم وبينزلها في الحمام عشان يتخلص او يحاول يقلل السكر، وبالتالي لما بيفقد ميه كتير ممكن بيفقد صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم، عشان كده لازم نظبط المعادن دي نتيجه البوليوريا، لازم نشوف الصوديوم والبوتاسيوم وناخد مثلا الصوديوم موجود في الملح الهيمالايا او الملح طعام، وموجود في طعام يفضل ملح البحر او ملح الهيمالايا، في صوديوم افضل، المغنيسيوم في المكسرات في الخضروات نفس الحكايه، في البوتاسيوم، البوتاسيوم في الخضروات والمغنيسيوم في المكسرات اكتر، خضروات ومكسرات والحاجات دي. احنا كده قلنا السكر النوع الاول لازم ياخد انسولين، وبنحاول نعمل الحميه دي عشان ايه؟ لحمة الكيتو والصيام المتقطع، هنعمل ثلاث ارباع زي ما قلنا قبل كده الوجبه، الدهون ما بترفعش السكر، يعني ما بتحتاجش انسولين، انت بتقلل الاحتياج للانسولين، انت بتاخد انسولين من بره، فاحنا عايزين نقلل الجرعه ونقلل المضاعفات بالتالي، والتراكمي يكون مظبوط، يكون على الاقل مثلا اقل من 5، اقل من 6، اقل من 7، ماشي، احنا يفضل يكون اقل من 6 او اقل من 5، لكن يعني في الطبيعي النورمال لحد 6.5 ماشي مقبول شويه. اهم حاجه برضو مع حمية الكيتو الصيام المتقطع ان هم موجود 2 في اليوم على صيام 16-18 ساعه بدون اكل، بس ممكن اشرب ميه قهوه شاي بدون سكر. الفاكهه برضو ممنوع عليه، لان الفاكهه سكر فركتوز، يقول لك يا عم ده سكر فركتوز ده طبيعي ورباني وما بيرفعش السكر، سكر فركتوز ده الجسم ما بيتعرفش عليه، فبيروح على الكبد بيتحول لجلوكوز عشان يقدر يستخدمه، لكن المشكله في الكبد انه بيخزنه على شكل جلايكوجين، لكن بحدود 70 جرام، اكتر من 70 جرام بيحوله على شكل دهون، ودهون ثلاثيه، دهون على الكبد ودهون ثلاثيه في الدم، وساعات نوع الكوليسترول الصغير اللي دي ال المضر بعض الاعراض، فاذا الفاكهه برضو ما ينفعش نقلل منها خالص او نمنعها احسن. ممكن الفراوله، ممكن التوت، بس الحاجات اللي هي مضاده للاكسده بكميات بسيطه جدا. برضو العسل، التمر، الفاكهه، الرز، المكرونه، العيش، الخبز، كل ده يعني كنت قلت مره ممكن خبز الشوفان، الناس اللي هي ما تقدرش تستغنى عن خبز، لكن حتى الشوفان قالوا ان هو برضو ممنوع، النشويات ممنوعه لانها بتاثر وبترفع السكر، وبالتالي بتطلب تحتاج انت انسولين زياده. خلاص برضو لازم نلعب رياضه، الرياضه مهمه جدا، لازم تتحرك، لازم تمشي كل يوم نص ساعه، لازم اكسرسايز.
ولازم تفقد وزن زي ما قلنا في السكر النوع الثاني، برضه لازم هيمشي على الانسولين، بس انا بحاول اقلل الجرعه واقلل المضاعفات. خلاص، يعني في حاجات خاصه بالانسولين واللي قلنا قبل كده، المكملات الغذائيه برضه، معادن، اخد زنك، اخد كيليتد مالتي مينرالز، يعني معادن متعدده اللي هي منفصله عن بعضها، مش في بعض المعادن ساعات يحطوها بطريقه يعني موجوده بطريقه بيحصل كومبيتيشن مع الريسبتورز او مع المستقبلات اللي في الجسم. فاخد المعادن كيليتد مالتي مينرالز، ادور عليها مكملات غذائيه عادل، بشرط برضه لو انا عندي الحديد كويس يكون معادن خاليه من الحديد، لان زياده الحديد زي ما قلنا قبل كده بتعمل اللي هو المرض المناعي، ساعات بيترسب الحديد زياده وانت محتاج بقى حاجه تطلع المعادن دي، فنحاول ناخدها بحرص شويه المعادن المكملات الغذائيه. يكون حاجه طبيعيه، الخضار مسموح به، خس، جرجير، بقدونس، كزبره، بروكلي، خيار، جزر، الحاجات دي، النشويات نمنع بس البطاطس، هي اللي بس دي بترفع السكر اللي بتحتاج انسولين زياده. فكل ما هتاكل نشويات هتحتاج انسولين، هتحتاج تزود الجرعه لان السكر هيرتفع. التراكم المظبوط يكون اقل من 6، اقل من 5 افضل. لكن هو الطبيعي لحد 6.5 مفيش مشكله. خلاص، يبقى اتكلمنا السكر النوع الاول ان الانسولين مش شغال ولازم نظبط عليه. طبعا بتفرق بقى حسب الوزن والسن، وبعد كده هنعمل حلقه مخصوص عن ازاي جرعه الانسولين نظبطها لمريض السكر، سواء كان طفل او كبير او صغير حسب الوزن والسن. يبقى خلاصه هنا ان احنا بنحاول رقم واحد نقلل ونمنع النشويات والكربوهيدرات خالص، ناخد النشويات الصحيه اللي هي الخضار، نخلي 3/4 الوجبه دهون حيوانيه، الدهون الحيوانيه ما بترفعش، طبعا ممنوع الزيوت النباتيه خالص والمارجرينا والكلام ده لانها مصنعه وبالتالي بترفع. برضو ايضا الحاجات اللي بترفع السكر وتحتاج انسولين وتحتاج انسولين زياده اللي هي المواد الحافظه. يقول لك دكتور ده في ده انا اكلت ما اكلتش حاجه، ده علبه مش عارف ايه تونه معموله لمريض السكر بس فيها مواد حافظه. المواد الحافظه مش هقول لك اسامي دلوقتي، جلوتامين ومش عارف ايه، مواد حافظه اساميها ما تفرقش معانا، المواد الحافظه اللي على المعلبات والكلام ده بترفع، لدرجه ان في بعضها بيرفع الانسولين بيحتاج 200%، يعني بيحتاج كميه كبيره رغم انها اكل صحي. برضو زي ما قلنا الصيام المتقطع، يبقى الاكلات اللي فيها مواد حافظه ممنوعه، صيام متقطع او صيام 16 18 ساعه وهم وجبتين 2 في اليوم بدل 3 وجبات ونظام صحي، لان الوجبات المتعدده زمان اللي كانوا بيقولوا عليها غير صحيه تماما، لان اي اكل حتى لو صحي طالما متكرر هيرفع الانسولين وهيحتاج انسولين، وانت كمريض اول سكر ما عندكش اصلا انسولين فهتحتاج جرعه زياده، مريض سكر ثاني هيحتاج هيرفع الانسولين في الدم، وطبعا الانسولين عنده ضعيف مش هيشتغل، هيحتاج علاج حبوب، واحنا طبعا ما بنمنعش الحبوب، لازم تتابع مع الطبيب بتاعك في العياده وتشوف الجرعه المظبوطه ايه حسب وزنك وسنك، احنا هنا بس بنقدم نصايح للمريض، لكن المريض اللي بيجي في العياده بنشوف حسب التحاليل وحسب الوزن وحسب استجابته للحميه، فلازم نمنع النشويات، نمنع الاكل اللي عليه مواد حافظه، الاكلات المصنعه، الزيوت المغذيه النباتيه، ناكل دهون حيوانيه صحيه. الافوكادو يعتبر من الدهون، احنا بنعتبره فاكهه بس هو فيه نسبه دهون، المكسرات برضه فيها دهون. لكن دهون حيوانيه اللحمه، السمينه، السمنه، الزبده، القشطه، زيت الزيتون باعتدال برضه، الكميه مثلا 70% في الوجبه و20% بروتين، بيض او سمك او دجاج او لحم حمر او كبده. بس نقلل من البروتين لان البروتين برضه بيرفع بيحتاج انسولين. خلاص؟ والرياضه والاكل الصحي زي ما قلنا والصيام المتقطع. خلاص؟ كده يعني فكره سريعه، وهنبقى نعمل برضه جزء ثاني عن السكر نوع ثاني والسكر نوع اول، ولان في يعني تفاصيل كتير بس احنا مش عايزين نطول عليكم، كفايه كده النهارده. خلاص؟ شكرا والى اللقاء ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واي اسئله او اقتراحات اكتبوا لي تحت في الوصف.